الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في أيام دهركم لنفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا يوم عاشوراء، وفي هذا اليوم يستحب التوسعة على الأهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال، ورواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير، ورواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان. يقول سيدنا جابر: جربته 40 عاما فلم يتخلف. تخيل، يعني الإنسان بيوسع على أهل بيته في هذا اليوم، يوسع الله عليه سائر سنته. سيدنا جابر بيقول: أنا جربت الحديث ده 40 عاما فلم يتخلف. يعني كلما وسعت على أهلك في هذا اليوم وسع الله عليك في سائر العام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع أرزاقنا جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة المباركة نتناول الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، ألا وهو الإقلاب. زي ما تعودنا مع بعض، أول حاجة في الدرس بنعمل إيه؟ ننظر في التعريف. طيب، ما تعريف الإقلاب في اللغة؟ يعني إيه إقلاب أو القلب؟ الإقلاب معناه تحويل الشيء عن وجهه. يعني حضرتك قلبت حاجة مكان حاجة أخرى، هذا الشيء بدل أن كان هنا حضرتك حولته، نقلته، قلبته. دي كلها معاني الإقلاب، إن حضرتك بتحول حاجة مكان أخرى. طيب، دي في اللغة العربية. طيب، عند علماء التجويد يعني إيه إقلاب؟ طيب، الإقلاب عند علماء التجويد جعل حرف مكان آخر. يعني حضرتك هتقلب حرف وتبدله حرف آخر مع مراعاة الغنة، وتأمل في هذا القيد، مع مراعاة الغنة والإخفاء في الحرف الأول. في الحرف الأول اللي هو إيه؟ النون الساكنة والتنوين المنقلبتين ميما. يعني تفهم من التعريف ده إيه؟ تفهم من التعريف إن حضرتك بتقلب أو تحول النون الساكنة أو التنوين، وتجعل النون أو التنوين إيه؟ ميما. دي أول حاجة عاوز حضرتك تعرفها إلى الآن. طيب، السؤال الثاني أو السؤال الذي يطرح نفسه الآن: متى أقلب النون الساكنة أو التنوين ميما؟ إمتى؟ وهذا الحكم يعني سهل جدا، حرف واحد إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الباء. يبقى حروف الإقلاب إيه؟ أو حرف الإقلاب إيه؟ حرف واحد هو الباء. فإذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الباء بنسمي الحكم ده إيه؟ إقلاب. طيب، بنعمل إيه؟ بنقلب النون الساكنة أو التنوين ميما. طيب، الإقلاب حتى يتحقق أنا محتاج 3 أمور عشان أقوم بعملية الإقلاب. تخيل، شوف كل العلماء دولك اجتهدوا في إيه؟ إحنا لسه ما زلنا في حرف النون. طيب، حتى يتحقق الإقلاب أنت حضرتك محتاج 3 أمور بالراحة كده. الأمر الأول: قلب النون الساكنة أو التنوين ميما. يبقى أول حضرتك عملية هتعملها وهتقوم بها، أول حاجة هتقلب وتحول النون الساكنة والتنوين ميما. طيب إزاي يا مولانا؟ أقول لك مثلا: من بعد، دي أول حاجة حضرتك هتقوم بها. من بعد نون ساكنة وقع بعدها حرف الباء. أقول لك على فكرة، خلي بالك النون هنا في حالة إقلاب، إحنا قلبناها، حولناها، قلبناها، خلناها ميم. من بعد،
من بعد. طيب دي اول حاجه، قلب النون الساكنه او التنوين ميما. طيب الامر الثاني حضرتك بتعمله اخفاء الميم في الباء، مش احنا قلنا كده؟ تصور معايا الكلمتين، تصورهم معايا، من بعد، خلاص انسى النون الساكنه وتخيل ان مكان النون حرف الميم، من بعد. تمام. طيب الامر الثاني بتخفي حرف الميم في الباء التي بعدها، يعني تقول ايه؟ من بعد، من بعد. طيب الامر الثالث الغنة مع الاخفاء، لما حضرتك احنا قلنا قلب وبعد كده اخفاء وبعد كده غنة، بعض البعض او المعظم حينما يقرأ الاحكام يعمل ايه؟ يختلس الغنة، يخلي الغنة حركة واحدة. طبعا دي ما ينفعش، الغنة حركتان. يبقى الامر الثالث حتى يتحقق الاقلاب ان حضرتك تغن مع الاخفاء، اسمها كده الغنة مع الاخفاء. طيب ثلاث امور، دي كلام نظري انا عاوز اطبقه، اقول ايه؟ من بعد، لينبذن في الحطمة، لينبذن نون ساكنة وقع بعدها باء في كلمة واحدة، لينبذن حكمها ايه؟ تقول لي حكمها اقلاب لوقوع الباء بعد النون الساكنة، والباء من حروف الاقلاب. تمام. لينبذن. طب من كلمتين، اقلاب من كلمتين. طيب واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه، من بين يديه. طيب اقلاب يا مولانا، اقلاب عليم بذات الصدور، عليم تنوين بالضم بعد التنوين باء، عليم بذات الصدور. طيب في مشكله بتقع وفي خلاف، يا مولانا هل اقرا بالاطباق ولا بالفرجه؟ يا مولانا يعني ايه الاطباق؟ انا مش متخصص، عاوز اعرف يعني ايه اطباق ويعني ايه فرجه. انت قلت لي الاقلاب حتى يتحقق انا محتاج ثلاث امور، انا عملتهم، ايه بقى الاطباق وايه الفرجه اللي فيها خلاف كبير؟ الاطباق حضرتك يعني حضرتك تطبق الشفتين من بعد، يعني بالعباره الدارجه بتقفل الشفتين، من بعد، من بعد، دي اسمه الاطباق. طب ايه الفرجه دي؟ انا بسمع كتير عن الفرجه بس مش عارفها. الفرجه حضرتك ان حضرتك بتخلي فتحه صغيره جدا بين الشفتين، تقول من بعد، من بعد، هو ده الاطباق ودي الفرجه. طيب اقرا بالاطباق ولا بالفرجه؟ سيدنا الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف قال ان ذكر انه قرا على مشايخه بالاطباق وقرا على البعض الاخر بالفرجه، يعني تقرا من بعد، من بين يديه، انا بقرا بالاطباق من بين يديه. طيب الخطا هنا في ايه بقى؟ ان حضرتك تعمل فرجه بس كبيره، تقول من بعد، دي خطا، من بعد خطا. طب ايه الصواب؟ الصواب من بعد بالاطباق بالفرجه الخفيفه بين الشفتين، من بعد. هذا هو الإقلاب كما شرحته لحضراتكم. والآن نقرأ الآيات من سورة محمد من الآية 20 إلى الآية 21، بعد ذلك نسعد بتلقي اتصالاتكم معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت،
فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم صدق الله العظيم. معنا أول اتصال من أميرة القاهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا قفي على سورة، يعني حتى يتأتى النفس سورة. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم لا رأيت الذين في قلوبهم رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بارك الله فيك. معنا سعاد من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حجة. كل عام وحضراتكم بخير. وحضرتك بخير وصحة وعافية وسعادة يا رب. الله يخليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض. خلي بالك من ترقيق الميم، لأن الميم مرققة والراء مفخمة. مرض. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه. لا تاني كده يا حاجة، واحدة واحدة وبالراحة وقراءتك الجميلة ما شاء الله. يعني رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك. ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بارك الله فيك. معنا عزة اسكندرية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. خلي بالك الميم مرققة والغين مفخمة وليست مقلقلة، في فرق. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف
فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بارك الله فيك يا أستاذة. معنا الحجة جمالات القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله كل تعالى سنة وبركاته. وحضرتك طيب والأمة الإسلامية كلها كده بخير وسلام يا رب. يا رب، وحضرتك بألف خير وصحة وسعادة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض لا مرض 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 ينظرون لا ما إليك. ينفعش هذا البدء، لا يجوز هذا البدء. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرة المغشي. لا يا حاج جمالات، نظر المغشي، ينظرون إليك نظرا. ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. وإذا عزم الأمر وإذا ولا فإذا؟ فإذا طيب. عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بارك الله فيك يا حاج جمالات. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل. عدنا إلى حضراتكم بفضل الله. معنا أول اتصال من إيمان القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا بقرأ بالقصر يا فضيلة الشيخ. تفضلي. وجائز قصر ومد انفصل، يعني تقرأي بالتوسط تمام مفيش مشكلة، أو بالقصر يعني مفيش مشكلة. ليه؟ لأن المد المنفصل يجوز فيه القصر والتوسط كما حضرتك عارفة يعني. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. اسمعني من التليفون أفضل رجاء يعني. أيوة. فإذا أنزلت سورة محكمة. أيوة وذكر فيها القتال. لا ارجعي تاني، ما ينفعش حضرتك تبدأي. في قلوبهم مرض. ما ينفعش حضرتك تبدأي وذكر. في قلوبهم مرض ينظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. طيب يبدو أن الاتصال انقطع. معنا محمد بن سويف. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ شيء؟ اتفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة. لا يا محمد، مفيش مد كده في لولا، مفيش مد أوي كده. ويقول الذين آمنوا لولا. ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة. فإذا أنزلت قف على سورة، مش عندك وقف هنا على سورة؟ عندك وقف في المصحف؟ لا أنا بقرأ على التلفزيون. طب ماشي، برضك في وقف على التلفزيون على فكرة. يلا. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها. لا، سورة إدغام بغنة. بالراحة يا محمد وحافظ على أحكام. احنا الغرض ايه من اتصال حضرتك؟ ان حضرتك تتعلم تقرأ القرآن قراءة صحيحة.
فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال محكمة وذكر محكمة وذكر فيها القتال رأيت لا ارجع تاني وذكر فيها القتال رأيت وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين يا محمد صل الجملة دي باللي قبلها يعني تقول وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك لا ارجع تاني يا محمد لازم لازم حضرتك توصل لي المعنى مكتمل لأن القطع ده بيؤدي إلى عدم إتمام المعنى اتفضل أبدأ من عند رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون لا مرض مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليك لا نظر ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت نظر أيوة نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فأولى لهم رأس آية فأولى لهم قف على رأس الآية فأولى لهم ابدأ الآية الجديدة بقى طاعة وقول معروف طاعة إضغام بغنة طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لا. لهم لا صل الجملة يا محمد فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لا. لكان خيرا لهم طيب الأفضل يا محمد فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم معنى رحاب من الإسماعيلية أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله رجاء كل اللي بيخش معانا وبيصحح قراءته يسمعنا من التليفون أنا سامعة من التليفون أنت سامعة بس اسمعينا من التليفون مش من التلفزيون أنا سامعة من التليفون ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت نظر المغشي عليه من المغشي ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عدم الأمر فلولا صدقوا الله لا مش فلولا فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم بارك الله فيك معنا مروان من الشرقية السلام عليكم بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض قلوبهم مرض دي اسمها إضغام مثلين صغير ميم مع ميم زي بعض يعني فسمناهم مثلين
بنعمل فيهم ايه؟ بندغمهم. طب ازاي؟ قلوبهم، قلوبهم مرض، قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت، نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم طاعته وقول معروف. وقول معروف زي ما عملت يا محمد، في طاعته وقول، وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو لا الأمر لكان، فإذا عزم الأمر، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لا صدقوا فلو الله لكان خيرا لهم. أيوة صدقوا الله لكان خيرا لهم. منبه مشاهدينا الكرام ان بعض الناس لما بيتصل بيقرا فاذا انزلت ما يمدش فيها، والبعض الاخر لما يقرا علينا هنا ويصحح قراءته يقرا فاذا انزلت. طب يا مولانا الايات واحده، ليه الاختلاف ده؟ يعني في حد بيمد في حد ما يمدش. طيب المد ده عموما اسمه المد المنفصل. مد الايه؟ المنفصل. يعني ايه مد منفصل؟ يعني حضرتك حرف المد اللي هو الألف أو الواو أو الياء، لو لقيت حرف المد سواء ألف أو واو أو ياء وبعده همزة بس فيه كلمتين، عشان كده سميناهم إيه؟ مد منفصل، مش جنب بعض. ماشي؟ المد حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، دي بنسميه مد منفصل. المد المنفصل حكمه إيه؟ الجواز. يعني إيه الجواز؟ يعني ممكن حضرتك تمده وممكن حضرتك ما تمدهوش، براحتك. تمام؟ طيب مثال، فإذا أنزلت ألف حرف مد بعديه همزة بس في كلمتين. طيب بس على فكرة لو مديته لازم تمده في القرآن كله، تقرأ بالتوسط. ما ينفعش حضرتك تقرأ في مد في مرة بالتوسط وفي مرة بالقصر، لابد أن تلتزم. خلاص أنا هقرأ بالتوسط يبقى أقرأ القرآن كله بالتوسط، هقرأ بالقصر يبقى أقرأ القرآن كله بالإيه؟ بالقصر. هذا هو المد المنفصل. معنا صفاء من الجيزة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أقرأ؟ اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. جميل، بس ابدأي قبلها بشوية. وذكر فيها فإذا أنزلت فإذا أنزلت سورة محكمة. لا ما ينفعش، أوصليها محكمة وذكر فيها القتال. رأيت برضك ما ينفعش، ارجعي تاني، لازم نتعلم الوقف والابتداء، مهم جدا. قيفي على أقرب محطة، بس حضرتك يرجع قبلها. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين، لا ارجعي تاني، وذكر فيها القتال رأيت، وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك، إليك أتوقف عليها، إليك بالتسكين. إليك. نعم نظر المغشي، لا ارجعي أيضا، ينظرون إليك نظرة، ما ينفعش أبدأ أقول نظرة. تمام، ينظرون إليك نظر المغشي المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. اشبعي الغنن شوية، طاعة وقول، لسه بنقول الغنة حركتين، طاعة وقول معروف. لا معروف في وقف عندك صح؟ طيب نلتزم بوقف المصحف. طاعة وقول معروف. جميل. فإذا عزم لا مفيش الأمر مد، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بارك الله فيك يا أستاذ صفاء. معنا الحاج عزة من اسكندرية. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا
أنزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الكبار رأيت الذين في قلوبهم مرض. لا، في قلوبهم، في دي حرف جر بالجر اللي بعديها، في قلوبهم، في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المخشي. لا، نظر، نظر، نظر المخشي عليه من المغشي، المخشي عليه من الموت. لا، عليه من الموت، عليه من الموت. فأولى لهم طاعة وقول معروف. لا، فأولى لهم، الآية خلصت، قفي على رأس الآية، مفيش مشكلة، وابدأي بأول الآية الجديدة. فأولى لهم، جميل، طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلولا لا تطفل. الأمر، أنت ما ينفعش أقف أقول الأمر بالتشكيل كده، لا، الأمر، أقف بالإسكان تسكين. فإذا عزم الأمر، وارجع تاني أقول فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا، فلو صدقوا، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل. عدنا إلى حضراتكم بفضل الله، معنا معتصم من الجيزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. يا معتصم، معتصم، كم يعني أوصلها ببعضيها. وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بارك الله فيك يا معتصم. عندك كم سنة؟ 13. ما شاء الله، ربنا يحفظك ويبارك فيك. حافظ قد إيه يا معتصم؟ أنا خاتم. خاتم القرآن في هذا السن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن يحفظك. قراءتك قراءة طيبة، قراءة جميلة، وتحية كبيرة من القناة ومن أسرة القناة لمعتصم. ودائما علم ولدك القرآن، والقرآن سيعلمه كل شيء. أسأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيك وفي أهلك. معنا أيضا مودة من الجيزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين، يا مودة، وذكر فيها القتال رأيت، وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك. لا، يا مودة، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون، اوصليها. الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. لو وقفت على نظرة يا مودة، لو وقفت على نظرة تقولي إيه؟ نظر، وترجعي تاني تقولي ينظرون إليك نظر المغشي. اتفضلي. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ما شاء الله. عندك كم سنة يا مودة؟ ستة. ست سنوات؟
حافظه قد ايه بقى؟ انا في سوره الصفات. الصفات ما شاء الله. انت اختي معتصم؟ اه ما شاء الله. ربنا يحفظكم جميعا، اسره قرانيه يجب ان نفتخر بهم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظهم جميعا وان يبارك في والدهم وفي والدتهم، اللهم امين. معنا يمنى من الفيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره، فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا. لا، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بارك الله فيك يا يمنى، ربنا يحفظك يا رب. معنا محمد من فيوم. يا شيخ بعد إذنك أنا أختي الكبيرة أتكلم بعدين. نعم؟ أختي الكبيرة أتكلم. طيب ماشي يا محمد، ربنا يحفظك. أنت اسم أختك اسمها إيه؟ لمياء. لمياء ماشي يا محمد. انت اخو يمنى؟ ايوه. ولا هي اختك؟ الاثنين مع بعض. ماشي يا محمد اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين امنوا لولا نزلت سورة. لا، سورة. لولا نزلت سورة فإذا. لا خلاص يا محمد، انت وقفت على سورة، خلاص هات بقى الجملة الجديدة. فإذا أنزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. كمل الجملة يا محمد. محكمة وذكر. محكمة وذكر فيها القتال رأيت. لا تاني، وذكر فيها القتال رأيت، كلها مرتبطة ببعضيها. وذكر فيها القتال رأيت الذين. لا ما ينفعش تاني، وذكر فيها القتال رأيت. وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون. لا تاني، رأيت الذين قبلها برضك. لازم تخلي الجملة مكتملة، تقف عادي مفيش مشكلة، بس ترجع قبلها بكلمة أو كلمتين. فهمني يا محمد؟ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه. المغشي عليه من الموت. لا مش الموت، الموت. المغشي عليه من الموت. مش الموت يا محمد، الموت. الموت. ايوه كده. أولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بارك الله فيك يا محمد. معنا لمياء أخت محمد من فيوم أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. خلي بالك الراء يا لمياء مفخمة عشان مفتوحة. وذكر، ما تخليش كسر الكاف يخليكي ترقيك الراء. وذكر طب بس. فيها القتال رأيت. لا تاني بقى، أنا بقول لك كده تمثيل، أنت اقرأيها عادي. وذكر فيها القتال رأيت.
وذكر فيها القتال رأيت لا القي القي خلي بالك القاف المكسورة دي أدنى مرتبة في التفخيم، بس حضرتك ما تخليهاش كاف، ما تقوليش القي، القي دي غلط قولا واحدا على فكرة، هي القي يعني بالظبط زيها زي ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، دي الصح. في ناس وبعض الحافظة بيقرأوها ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم المستقيم، لا دي غلط. مش معنى ان هي اقل مرتبة في التفخيم ان حضرتك او حضرتك تحوليها من كونها قاف الى كونها كاف، انت كده بتغير حرف مكان حرف، دي ممنوع. اهدنا الصراط المستقيم وذكر فيها القتال وليس القتال. وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين يعني تمشي يعني يعني يا أستاذة لمياء وذكر فيها القتال رأيت وذكر فيها القتال رأيت رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت الموت دايما الواو بنضم ايه الشفتين الموت ليه عشان ما يطلعش من الانف دي ممنوع مشايخنا علمونا كده وقال لنا لما تقرأ الواو تعمل ايه تضم شفتيك طب لما تقرأ الياء قال لك تبتسم ابتسامة لطيفة لان القرآن زي ما حضرتك عارفة بالتلقي الموت الموت ايوه كده اولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بارك الله فيك يا أستاذة لمياء. معنا شادية من اسكندرية. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا سورة يا حاجة شادية نعم قفي على الوقف في مصحف التزمي بوقف المصحف سورة حاضر ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون لا مرض إضغام بغنة يا حاجة شادية في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم خيرا لهم خيرا لهم إضغام بغير غنة ده دي أجمل ختام يا حاجة شادية قراءة متقنة المخارج ما شاء الله ربنا يحفظك ويبارك فيك إن كان لي تعليق بعد هذه المكالمة على هذه الآيات في عجالة أولا الترقيق والتفخيم لازم حضرتك تخلص الحرف المفخم من الحرف المرقق عشان كده كان مشايخنا بيقولوا لنا على فكرة أنت عاوز تعرف القارئ المتقن من القارئ اللي هو لسه مبتدئ أو هاوي أو ليس متقنا نقول له أيوة أنا عاوز أعرف يقول لك المتقن بيعرف يفرق بين ويخلص بين بين الحرف المرقق والحرف المفخم زي ايه مرض تخيل كلمه تتكون من ثلاثه احرف حرفين حرف مرقق والوسط مفخم والضاد مفخمه ازاي بقى تقول المرقق المفخم في قلوبهم مرض مرض ما تقولش ما الراء مفخمه ممكن حضرتك عشان الراء مفخمه والضاد مفخمه تفخم الميم لا مرض يبقى التعليق العام ازاي نعرف نخلص الحرف المفخم من الحرف المرقق وبهذا القدر نكون قد وصلنا بحضراتكم بفضل الله الى نهاية هذا اللقاء الطيب اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما اللهم امين والى ان نلقاكم باذن الله في حلقات اخرى نترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.